ثانك يو وين نحن هلا؟ ثانك يو عاصي اتشوزوك. انا رامز جلال وحيات بص وحيات كوليت وحيات عيالك وحيات عيالي مين؟ وحيات عيالك والله انك انت واحد وسخ. لا لا والنبي عاصي وحيات ابوك عاصي عاصي لا وحيات ابوك لا عاصي 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 وحيات ربنا وحيات ولادك. ولاد مين؟ وحيات ولادك وحيات ولادك عاصي عاصي وحيات ابوك. اوسخ زلمه شفته بحياتي انت. صفى جاب ده عاصي حلاني يا جماعه. بلا عاصي حلاني بلا عاصي عاصي بص والنبي سيبني سيبني انا معصب. انت عارف الطياره دي لو وقعت فينا هنسيب؟ انت شفت كان اللي بيحصل؟ طبعا طبعا. بعدين الريحه دي اللي بتطلعها منين دي؟ شخيت طلع ده طلع ريحه ده يعني. صلى على النبي كده يعني صلى يا عمي عليه الصلاه والسلام. بس انت راجل مؤمن راجل فارس انت راجل فارس. يا عمي انا فارس بس الطياره. لا لا خلاص انا فارس على الخيل. يا عم انت بوح بوح. انت ريحتك خرى لغايه دلوقتي يا راجل حرام. بس روق روق وصلى على النبي روق وصلى على النبي. اول حد افتكرته لما تركت بتوع مين؟ مراتك ولا ولادك؟ مراتك ولا ولادك؟ بقول لك حاجه يعني الواحد ايوه بس ياخد بس سافر 25 سنه ما بحياتي صار فيه ما حصلش. لا يعني الشعور حبيب عاصي حبيب عاصي وحياه ولادك تسامحني. بنوتك اسمها ايه؟ اسمها حاجه انا قريت اسمها اسمها ايه؟ يعني